لا راحت هناك على الطرف الى كاماتشو، يلعب كره تمريره بشكل جدا ممتاز زميل، الشلل انطلق في محاوله شبابيه خطيره خطيره، جول الله يا شباب، الشباب هو الشباب، والفاتوره تحسب يا ناصر، والفاتوره تحسب يا زلزال، جول للشباب، جول للليل، وهذا اول الغيث يا شباب، 1-1 عاد التعادل يا برودوم، ناصر الشمراني ياما وياما فرح الشباب، الشبابيين 1-1 التيلتون جوزيه عاد ناصر الشمراني وسجل، ما هي الا دقائق وثواني يا الشمراني، لا يمكن ان يصبر، لا يمكن ان يترك لثواني، ناصر الشمراني بقوته بامتاعه بكل امكانياته، ناصر الشمراني الهداف اللي عنده امكانيه ان يكسر حواجز الارقام، كما ان الشباب يكسر حواجز كل الارقام اللي موجوده عبر الدوري، واحنا نقولها بين